حياكم الله ورجعنا معاكم مرة أخرى ومع ضيفنا العزيز اللي راح نتعرف عليه معاكم، لكن موضوعنا بداية راح يكون عن التعصب. أمس تكلمنا عن التعصب الرياضي، لكن الموضوع اليوم راح يكون أكبر وأشمل وأعمق، وهو التعصب بكافة أشكاله وأنواعه، منه التعصب الفكري. فراح يكون معنا اليوم ضيفنا، خلونا نرحب فيه باسمكم، الدكتور راشد الشطي، الخبير الاستشاري ومدرب في التنمية البشرية وإعداد القادة. حياك الله دكتور. سعيد وجودك معنا. سلام. واحنا اسعد اكيد دكتور. وبدايه يعني قبل ما ندخل بالموضوع هذا اليوم، التعصب احنا من المواضيع اتوقع الحساسه والمهمه ان احنا شويه نطرحها ونناقشها، لكن قبل ما نتكلم اكثر خلينا نعرف اول شيء بالنسبه للمشاهد شنو هو التعصب او شنو يعني تعصب. التعصب حصيله قناعه معينه، عندي افكار معينه انا مقتنع فيها ومتمسك فيها، صرت متعصب لها اي ولا اقبل التغيير. فالتعصب فعليا هو رفض التغيير لأي قناعة معينة أو أي فكر معين في رأسي. حلو. مع مرور الزمن، وفي نقطة مهمة جدا ما يعرفونها، أن لكل معلومة لها تاريخ صلاحية وتنتهي صلاحيتها، بس عشان نسوي نتمسك بالقناعة اللي عندنا أي. فنحطها بين قوسين، نحطها بين تعاريف، نحطها عادات تقاليد قناعات، نحطها ونتمسك فيها. فصارت عملية شنو، أنا أتعصب وأنا ما أحس عن نفسي أنا متعصب، فأنا متعصب في شيء لا شعوريا. يوصل مرحلة أن تؤرث من جيل إلى جيل داخل البيت داخل المجتمع. يعني أنا أعطيها حق ولدي، ولدي أعطيها حق ولدي، وهذا مش حقا شيء. والله علموني كذي، مش حقا متعصب، علموني كذي. زين ماكو غيره بالحياة، لا لا مو عارف يعني ما يعرف خلاص. فهذا تعصب، تعصب أني أنا أتمسك في معلومة وتنتهي في مطاف أني أنا متمسك بتقليد أو بتمسك أعمى لا يقبل النقاش. في علم السلوك يسمونه جهل مركب. الجهل المركب. اي اكو جهل بسيط، انا ما اعرفك. اوكي. من اعرفك خلاص ماكو جهل. لكن الجهل المركب ان انا اتمسك في معلومه معينه قد تكون واقعيه في يوم من الايام، بس مع تغير حياتي تغير اشياء كثيره. لا انا اتمسك فيها. في انواع للتعصب دكتور. فيطلع لك واحد يقول عتيجي الصوف جديد وبريسه، ما؟ نحن عتيجي الصوف، طيب نزل حرير، نزل اشياء وايده، نحن عتيج ها؟ طيب ليش عتيج؟ خليك جديد. اي. لا هذا تعصب. ما يتقبل. يرفض بل يحارب. توصل مرحلة أنا حارب إن التطور هذا كله، حارب التغير هذا. في أنواع له؟ في مجالات، يعني التعصب في الأسرة، التعصب في المجتمع، الوظيفة، تعصب في التعليم، تعصب في أشياء كثيرة، في الدين. كل التعصبات هاي موجودة، منبعها واحد، منبعها القناعة المغلقة. أنا قناعتي وما بيقبل قناعة غيري. طيب ما يصير. صح. في اسمه رأي ورأي الآخر. لا صحيح. ماكو أخذ عطى، أخذ عطى ماكو، اللي بدلوك شوية. لا لا ممنوع. من تدخل المرحلة هذه في أي مكان، سواء كنت في البيت ولا في العمل ولا في الشارع ولا في أي مكان، خلاص دخلت في التعصب. زي شلون أتعامل ويا الشخص هذا دكتور؟ أوكي. لما يجيني واحد بالطريقة هذه، أنا مجرد أوضح له أن اللي أنت تعصبت فيه أو الفكر اللي أنت مقتنع فيه بس، ما في غيره. في وين ناس عندنا افكار مطلقه، صح؟ فكر مطلق خلاص لا تناقش لك كذي. انت توضح له الفوائد من الافكار الثانيه. اي في ناس وايد ليش ما ليش ناس تخاف تغير، وبالنهايه التعصب ان انا ما ابي التغيير، صح؟ ارفض التغيير. طيب ليش ما نغير؟ ببساطه لاني انا لم اجد الفائده من التغيير. حلو. او ما حد وصل لي الفائده من التغيير. ولذلك في التغيير اكو نوعين، وهذا احنا مشكلتنا في شبابنا اليوم. اكو تغيير هادف وأكو تغيير غير هادف. بس مجرد تغيير، تغيير لمجرد انه هو بس بغير ميولك على قولتهم، زين ميولك وبعدين شو بسوي فيه ما عارف. هذا ممكن يكون غير هادف. هذا غير هادف بتاتا، بس اكو تغيير هادف، اني انا بتغير للافضل. فاوضح حق نفسي او حق الاخرين شنو الفائده اني بغير منه. طيب دكتور على هالنقطه بس، الشخص نفسه لما انت تقول له مثلا غير من نفسك، او هو حتى لما يبي ينتبه على الامور هذه اللي وده هو تلقى يغيرها بس مو عارف شلون، يحس انه صعب انه هو يتغير، يقول ان انا ربيت على كذي وعمري مثلا وصل هالعمر ما اقدر اتغير، ما اقدر اغير من نفسي، شلون حتى لما يكون كبير يقدر يغير هالامور هذه؟ طبيعي، طبيعي جدا جدا. في اللحظه انا واحد من الناس، تخيل ان انا متزمت في افكار معينه وما بيتغير. طيب شو اللي يخليه يتغير؟ اذا يعني اي انسان قال قوم تغير بروح اتهاوش معاه. ما يقبل خلاص، هذا العنف المباشر، لانه قاعد يحارب قناعاتي. واي واحد يقول له انت غلطان دخلت في الخط الاحمر. اي صح. بعد تقول غلطان. وانا اقبل، ما ارفض او ما اقبل ان احد يقول انت غلطان. لكن اذا قلت له اوكي ايش رايك تستفيد
من 1 2 3 الصحني ما أقوله أنت غلط طبعا ابدا هالكلمه ما تقولها العالم. الله قال في قرانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بما معناه لو كنت على حق وكنت على صح بس اسلوب دفاشه ما حد حاكي ما حد تقبل صح. بعد خلاص دفاشه صح يعني الله قالك يا كذي. فلذلك انت لما تقنع اي واحد في التغيير قنع بالفائده اول شيء ومن ثم اقول له عشان تستفيد من هالشيء هذا روح سوى الشيء ذاك. فهو يسوي يدش في عالم التغيير عشان يوصل للمقلب اللي يبيه الهدف الجديد. حلو. وهذا يسمونه حياه بالاهداف. ليش ان احنا عندنا مشكله الملل الغلقه تقفف الزايد مع ان احنا مجتمع مرفه وحياه مرفه لان ما عندنا اهداف ما عندك هدف تبقى اليوم نفس امس امس نفس عقب باكر. وهذا اكبر وباء نفسي يعاني الانسان. لما انا اقول والله انا 2015 يعني لي هو نفس 2014 ولا لا؟ إذا حطينا بالكلام الأجندة هو نفس 2014 بس فعليا شنو في حياتي 2015؟ إذا حطيت فكر جديد نمط جديد هدف جديد حاجة جديدة راح تغير حقها. طيب دكتور يعني في ناس تقول لك يبقى كيفه خلى متعصب على نفسه أنا ليش أغير قناعته مو عارف الخطورة. هل هناك فعلا خطورة على المجتمع من وراء الأشخاص المتعصبين؟ هو الخطورة موجودة في كل مكان في كل مكان وكل زمان. صحيح. الواحد اللي ما هو متعصب ولا عنده أي أهداف ولا عنده أي طموحات كنا ما يراكد هذا خطر. صحيح. الخطورة موجودة أشكال وأنواع. حلو. ولكن السؤال مهم جدا الخطورة الفعلية لما تي أنت أو أنا كإنسان متعصب لقناعاتي وأفكاري وأبدأ أحارب قناعات الآخرين هني الخطورة تبلش. هني الخطورة الجمة لأن أنت ما قاعد تحارب الإنسان قاعد تحارب قناعة الإنسان نفسه فيصير فرض القناعة يصير أنا صح وكل الناس غلط. إيه ماكو غش مرة لأن تكون معي تضدي والله. طيب ليش؟ هذا فكر تعصبي. أي. هذا سلوك تعصبي. ليش؟ لأن هذا الإنسان يرفض التغيير ويخاف لأنه جاهل. طبعا الخوف من أساسه شنو الجهل. صحيح. ليش إنه يجهل في المعلومة وأهداف التغيير وحياة التغيير فيبقى الناس كلها تصير نفس السلة ما أطلع ما تصير أحسن مني ما تصير أحسن مني لا لازم أحاربكم عشان تصير مثلي أنا وإذا سحبتكم لي سلتي أنا أحسن منكم لأن أقدم منكم فأنا أحسن منكم. دكتور الصعب مرات أنك أنت لما تتعامل مع الأشخاص اللي عندهم هذا التعصب الفكري يعني حتى لما أنت اليوم تبي تناقشه وما تقول له أنت غلط حتى لما تجاري أو مثلا ها قطيت لك كلمة من قناعاتك أن تبي تقول خلاص يمحي وجود اي شخص يعني في بعض الاشخاص حتى صعب تطلع معاه بنقاش فاشل ما تطلع معاه بنتيجه. رساله حق كل انسان يحب يسولف. احنا دائما نقول في العمل والبيت وفي المجتمع وفي الشارع يقول لك اهم المعلومه شنو؟ عندك معلومه مهمه، عندك معلومه مهمه جدا، بس اهم منها شنو؟ شلون توصل المعلومه. صح. ولذلك احنا شو نسوي؟ ما نعرف نوصل المعلومات، هذا الطابع العام يعني الظاهره العامه حاليا موجوده عندنا، فتلاقون العنف في المدرسه في فقدان في الايصال ما بين المعلومه بين المدرس والطالب او ولي الامر والمعلم. حتى الوقت نفس الشيء، في الجهاز الوظيفي تلاقي خلافات قاعد تصير في عمليه ايصال المعلومه، نفس الشيء في الشارع، نفس الشيء في الاماكن المفتوحه. فنلجا الى الجدال. ما نعرف نناقش يعني شلون توصلها ومتى في يمكن توصلها ومتى وتختار الكلمات المناسبه. صح. اختيار العبارات المنمقه بحيث انت ما تجرح الناس. صح. يعني تخيل انت عندك قناعه معينه او اي انسان عنده قناعه معينه يقول عفوا انت غلطان انت غلط عليه. ما تغلط عليه. احنا دائما عندنا اختيار الكلمات واختيار المفردات واختيار الوقت والزمان والتعابير ولغه الجسد هذه اهم المعلومه او نفسها. الصوت العالي حتى نبره الصوت معلومه انك تصرخ عليه. فعشان كذي احنا دائما نقول اهم المعلومه خلينا نعرف شلون نوصل المعلومه. اي لكن احنا نجهل هذه المهاره ونجهل بهذه اهميه كيفيه ايصال المعلومه ونقول تعال وصل المعلومه. طيب فنطرحها بطريقه شنو مثل عاصفه شراسه فيها شراسه فراسه. أيه. ها حدا ما نقول مثل الاعصار مع البركان يتصادمون. أيه. قناعه مع قناعه يتصادمون شو يصير فينا احنا هذا قاعد يصير في حياتنا اللي تحتهم اللي تاثرون. طيب طيب دكتور هني هذا يعني يودينا الى موضوع اخر مواقع التواصل الاجتماعي التكنولوجيا اللي موجوده والتطور هل ساهم في انتشار هذا التعصب؟ كلها بدليات التواصل الاجتماعي يحطوا لك شغلات حتى اختيار اللغه العربيه او استخدام كلمه عربيه صارت ثقيله جدا فيستخدمون اللغة العامية أو اللغة حتى بعيد عن العامية
انا بالتواصل الاجتماعي ساعات احزن لما يكتبون كلمات او عبارات لا تنم حتى على اي لغه تستخدمها انت. لازم انا اكون دقيق في لغتي، لازم اكون دقيق انا في اختيار كلماتي. لما انا اقول والله تعال، انا ممكن ادخل على الناس اقول لهم صباح الخير باكثر من طريقه، صح؟ ادخل اقول لهم صباح الخير بطريقه اقول والله خوش انسان هذا تعال اسولف معك، وادخل في نفس صباح الخير تقول تقول وراي لوطي ما نبي الريال هذا. أنا ما قلت شيء بس أي. طريقة اللغة، طريقة إيصال المعلومة. ولذلك حتى في علم الإدارة الحين يقولك أكو شيء يسمونه أدبيات التواصل الإلكتروني. أدبيات التواصل الإلكتروني، شلون تتواصل، اختار المفردة، الكلمة في محلها. لازم تعرف إحنا بقول صباح الخير أول الصبح، وأقول صباح الخير قبل الظهر، أنت راح تغير، لأن صباح الخير أول الصبح أنت مخك مرتاح راح تقبلني بطريقة معينة، بس لما تقول صباح الخير قبل الظهر وانت اوريدي الضغط عندك مرتفع من ضغط الشغل ولا ضغط العمل وامور هيك، قعدت خلصت سويت كل شيء يعني تعال هذا الشيء بي نعم تفضل خلصني قلنا اول شيء رد لك اي صباح خلاص صرنا بس عرفت معادله. ولذلك حتى اختيار الوقت والزمان والكلمات والامور هذه كلها لازم تعرف ايش احنا ما عندنا فقر، احنا فقراء في الكلمات هذه. فكرنا شلون نستخدم الكلمات هذه، نستخدم كلمه مناسبه المفضله في المكان المفضل، صدقني وايد اشياء راح تخف عندك. طيب دكتور هذا الكلام وايد حلو، نتمنى كلنا الصراحه يكون عندنا هذا شلون فن التعامل والحوار والنقاش ايضا مع الاخرين، مو بس ان الواحد يعني اليوم قاعد نقول رسميات محتاج انه ينتقي هذه الكلمات اليوم. لا. حتى بينك وبين اصدقائك، بينك وبين اي احد، شلون الواحد خلينا نقول يعلم نفسه الامور هذه، شلون يقدر الانسان يغير من سلوكه؟ هل يقرا وايد؟ هل يستشير اشخاص خلينا نقول ذوي خبره؟ يعني في اكثر من مدرسه في ذلك، لكن تبي تحكي في ارخص مدرسه واغلى مدرسه انا حاضر. ارخص مدرسه اول كلمه نزلت على النبي شنو هي؟ اقرا. صحيح. اقرا صحيح. ما نقرا كتب موجوده بالانترنت، موجوده في المكتبات كثيره جدا. عن ثقافه التواصل وكيفيه استخدام كلمات والاتيكيت وفن الاتيك. خلينا ناخذ الكتاب، يعني انا لو كل واحد مو لو اذا كل واحد استثمر من معاشه بالشهر 5 دنانير لا يتعدى 5 دنانير يشتري كتاب. يقولك ما عندي وقت اقرا، هاي مصيبه بعد، هاي مصيبه ثانيه. شوف عزيزي انا اللي بعطيك علل اعطيك صفحات من العلل، صح؟ لكن انا احتاج الى قرار، خليني اقول قررت اني اقرا. ليش ما نقرا؟ لان ما عندنا اهداف تطويريه بحياتنا. اعطيك مثال اخر بعيد عن كل هذا كله، نسبه الامراض ما تفشي في مجتمعنا، امراض موجوده عدوى كثيره جدا، صحيح؟ منها السمنه، منها السكر والضغط والدهون، صحيح. امراض صارت الحين امراض المجتمع، يسمونها امراض المجتمع الكويتي. ما تك سكر ثمت كويتي، ها؟ لا الحكي قال حاليا فعليا شو مشكلته؟ مشكلته اني انا ما اخذت قرار يهتم بصحتي. اخذ قرار بس، نفس الشيء انا اخذ قرار اني اقرا فقط لا غير. احنا ما ترعرعنا في أهمية اتخاذ القرارات. هذه مدرسة من المدارس، أقرأ في مدرسة ثانية. مدرسة ثانية أنا أقعد مع أهل خبرة واستشارة، أحضر سيمينارات، أحضر دورات، أحضر ورش، أستفيد من الخبرات الموجودة. يثقف نفسه شوية يعني. يعني لما يطلع واحد هل الذي الله قال هل يسوي الذين يعلمون والذي لا يعلمون؟ طيب لما واحد قاعد 30 سنة أو 25 سنة من حياته خبرة ويسوي ورشة وأنا توني في العشرينات من عمري، ما بدل ما اضيع وقتي في التجارب وجرب واخطا وجرب واخطا، احضر بس الخبير شو يقول واعطي اخذ معلومتين وامشي، يوفر علي مشوار طويل. هاي التنميه البشريه، التنميه البشريه انا ارتقي من مستوى زين لمستوى افضل وافضل وافضل وافضل. لكن انا قعدت على طبال مرحوم وامشي على ما ورثوني، ماني عارف اختار الكلمات ولا عارف اختار حتى ما اعرف شنو اشكو ماكو في اسلوب تواصل مع الاخرين، راح امشي بحنا نسميه اسلوب العرف العام. العرف العام شنو هو؟ ما نعرف. طيب دكتور في فئه عمريه يعني هي الفئه الاكبر اللي متاثره بالتعصب الفكري، يمكن امس كان موضوعنا عن العنف لدى الشباب، وامس احنا بنفس الحزه هذه كنا قاعد نتكلم عن العنف بالليل، حصلت جريمه وحطينا دراسات بان هناك الاعمار من 15 ل 18 هم اكثر الفئه العمريه اللي يكون في يعني لديها عنف. التعصب هل في لها فئه عمريه محدده؟ لا طبعا. التعصب هي عمليه قناعات، اما قناعات تورث او قناعات تؤصل. ما حدث امس يعني ببالغ الاسى والحزن تقدم تعازي لاسره الشاب اللي فقد عمره، اللي يقعدون سنوات يربون فيه، هذا وردتهم، هذا استثمارهم، وراح دكتور من غير ما نذكر اي تفاصيل يعني ما لا مو تفاصيل، ولكن انا يعني يحزن قلبي، صحيح؟ لما انا اشوف عيالي اربيهم فجاه يروح ضحيه عنف، يعني هذا شيء محزن في القلب، يعور قلبي وايد. يعني
للأسف اليوم الظاهرة هذه صارت لغة عند الشباب. العنيف من هو؟ بالبساطة العنيف من هو؟ العنيف هو اللي يفتقر لسانه، يفتقر قوة لسانه، يفتقر قوة عقله في تخفيف مخرجات لسانه، فش يسوي؟ يلجأ إلى لغة الجسد. أي. وهذا إحنا قاعدين مشكلتنا الجاية، مشكلتنا الجاية إنه تلاحظ الحين أنت اطلع من هذا تشوف العنف داخل المدارس، العنف داخل المحلات الوظيفية، مؤسسات حكومة، العنف داخل مؤسسات الرعاية الصحية اللي قاعد تشوفه حالياً. ليش هذا كله؟ لأن الآن قاعد يزرع وقاعد يتوسع بشكل كبير أن اللغة التواصلية هي لغة العنف، مو لغة اللسان ولا لغة الفكر ولا لغة الحوار، لغة العنف، لغة الغاب هذه. زين، ما بندخل لغة الغاب، لغة الغابة ترى شرسة جدا، ولكن ما بيوصل هناك. احنا الله فضلنا وايد على لغة صحيح. الغابة، بس قاعد نستخدم هذه الأدوات. ترى هذا مؤشر مو سهل، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عند الأسر، عند المجتمعات، عند الناس اللي تعي بأهمية عيالها. صح. لما أنا أدش بيتي كشاب صغير وأشوف لغة العنف داخل بيتي راح تتأثر فيني. صحيح دكتور. قبل ما نروح حق آخر سؤال، بس يا بالي كذي سؤال، هل في أشخاص فعلاً أنهم خلينا نقول مهيئين على أنهم يكونون عندهم هذا التعصب الفكري؟ يعني من أول ما ينولد هالشخص هذا مهيئ، يعني عنده قابلية أنه يكون متعصب فكرياً؟ غير ممكن يتربون بأسرة واحدة عندها تعصب فكري، تلقى واحد فيهم يمكن شوي يكون أحسن أو أفضل منه. يعني طبعاً إحنا ما نتحكى في قاعدة ثابتة. صح. ماكو قاعدة ثابتة في التربية وفي الحياة الإنسان نفسه. تلاقي عشان شاء الله قال يخلق الميت من الحي يخلق الحي من الميت، ما تعرف من يطلع هذا، يطلع من أي مكان. بس ولكن لما أنا أترعرع في أسرة والأسرة هذه من ثوابتها العنف، ولا حد يقول لي داخل أسرة إن العنف تراه خطأ، بل أرى هناك أسلوب عنف مستخدم، فشو استنتاجي وأنا مراهق إن هذا أسلوب الصحيح، لأن ما حد قال لي غير كذي. صح. هذا ما أدري. لما أروح أطلع في بيئة معينة برا البيت راح أنخرط مع الناس اللي ولي جاذبية معهم، قانون الجذب. أي. فأنخرط مع الناس اللي هم يرون أن نعم لغة العنف هي اللغة التواصلية الفعلية. فأكو ناس توخر عني، هذا شيء بي هذا دفاع شمها وشي توخروا عني، ها بس أكو ناس تنجذب معاي لغتي أنا أنجذب. هذا صار عندي إحنا نسميه community the violence community اللي هو مجتمع العنف مالي، فنطلع تمشى كل مكان، فأي شيء نشوفه خطأ ما نتكلم عنه حتى وإن كان خطأ، مو نعالجه بالعنف. أي. حتى لما نصبح على واحد نصبح عليه بالعنف، حتى لو واحد يشتري قهوة البياع العاملة بعنف على اعتبار ان هذا ترضي. شلون نصبح عليه بالعنف دكتور؟ لا اشرح لك. صبح كلام الخير شي بقوه. لا 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 لا، الكلمات شرسه جدا يعني. ايه. كلمات شرسه جدا يعني. انا قعدت مره 3 سنوات بس بالكافيهات والجامعات بس اشوف الناس اشوف اراقب سلوكياتهم، فسلوكيات العجب. شفت العجب العجاب. جزء من اختصاصاتي يعني انزل الشارع واشوف ادرس المجتمع كله، حتى ما درست وايد اشياء داخل مؤسسات حكومه، مدارس وغير مدارس، تكتشف انه حتى في 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 المرحله المدرسيه خصوصا في المتوسطه ان الطلبه ضحايا العنف عند المدرسين، فيمارس العنف كرد فعل ان انا المعنوف به، يعني انا اللي مارس في العنف، فيروح بيته وهو غضبان. ولما يلقى عنف في بيته فيرجع فيرى يقول اذا في عنف في بيتي وفي عنف عند مدرسي هذا شيء صحيح، لازم هو ستاندر طبيعي. يعني بالضبط. الحديث ممتع معك دكتور، يعني احنا قبل ان نختم وياك اذا حاب توجه كلمه اخيره تنصح فيها بعض اولياء الامور. يعني نصيحتي لاولياء الامور والشباب ان لا ياخذون حياتهم بمصدره واحده، لازم نعرف احنا ليش انا قاعد اسمع معنا كذي. رسالتي حق الأمور بالذات انظروا في عيالكم مو معين واحدة، مو معين انظروا في عين اسمها عين النحلة، شوفوا كل شيء فيها. دائما أبدا قيموا عيالكم، حطوا فيهم قيم، حطوا صح. فيهم أهداف، حطوا فيهم. أنا ليش ما عندي عنف؟ لأن عندي قيمة. دائما الإنسان اللي يمارس العنف هذا فاقد قيمته، فيرى قيمته بالعنف. ولذلك خلنا نزرع القيم في أسف عيالنا، ومن ثم العيال يتحركون بقيمهم. ذاك ساعة يقول ولد أنا إيش حق أسوي شيء غلط؟ صح. أنا قيمتي أكثر من كذي، لكن إذا أنا ما عندي قيمة
راح أشعر وبيقين أن العنف هو أساسا رد فعل لقيمتي. نتمنى هذه الرسالة تكون واضحة وصلت لجميع أولياء الأمور. كل شكر لك دكتور راشد الشرطي الخبير الاستشاري ومدرب في تنمية بشرية وإعداد القادة على حضورك على هذا الحديث الممتع. شرف معك. يعني إحنا استمتعنا بالحوار هذا الصراحة واستفدنا منه وايد، فأتمنى إن شاء الله أن الكل اللي قاعد يطالعني يكون مركز وايد مع الكلام اللي قلته دكتور، لأن كل كلمة قلتها الصراحة لها تأثير كبير علينا، ونتمنى إن شاء الله يا ربي إن إحنا نكون عارفين شلون نوصل المعلومة من غير ما يكون فيها أي عنف أو تعصب. أكيد. وراح ننتقل معاكم الحين دكتور، ننتقل ناخذك مع مشاهدينا ونروح إلى فقرة الجانب الآخر.